ها الله يوفقكم ان شاء الله. زين متحمسين للطبخه؟ اوه عندكم اي 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 شو اسمه اي مشاكل مع الشباب؟ لا امور طيبه يا ابو. عندكم اي مشكله معي شخصيا؟ انا اتمنى انكم تصالحوني على البث، يعني صالحوني هنا قدام الناس عادي. اي ما هو اذا رحت تفصلون علي هنا. بالعكس افصلوا علي الحين قدامي عشان اشوفه انا واناقشكم. لا لا تخاف نمزح بيني وبينكم شيء برا البث. ها ابدا وش بيني وبينكم؟ كل عداوه. الله اكبر يا مجد. انت صح؟ والله جاهزين الحين. يلا اصبروا خلوني اضبط لكم اللحم المفروم. بضبطكم اليوم طبخه خالعه. اصبر لا تقطع الله يسامحك، تدري وش الطبخه انت؟ يلا واحد يمسك الورقه. اصبر يا شيخ امسك هذه الطبخه. امسك انت الطبخه يا شيخ. تخلوا خليني اشرح لكم الطبخ. عاد تعرف الورقه؟ يلا بين بعضكم. اها يا ابو بين بعضكم اثنين اثنين. انت اقرا سطر وانت تقرا سطر. يلا شد حيلكم البس القبوع يا روح. الله يوفقك. طبختنا اليوم سهله جدا باذن الله انها تنال على اعجابكم اول حاجه ويقدرون عليها الشباب. جاهز يا مبدع؟ شو اسم الطبخه؟ سباجيتي بالله من المبروك. ارفع صوتك. سباجيتي باللحم المفروم. تسمعون؟ سباجيتي باللحم المفروم. سباجيتي باللحم المفروم. طيب المكونات ظاهره على الشاشه الان معكم عزيزنا المشاهد. البصل والزيت والثوم والطماط وكريمة الطبخ ومعجون طماط وصلصة الاسباجيتي ومكرونة اسباجيتي طويل تمام ولحم مفروم والبهارات ملح بهارات لحم ماجي كمون مطحون فلفل اسود. الطريقة عادي بيقرونها الشباب لكم الان بينهم. يلا انتم اقروا سطر. عندك مقروا سطر بين بعضكم. ابي ردية ابي حماس. تعال انت خالي اقروا الطريقة. طيب اقراها للمشاهدين. اي بينكم انتم اثنين اثنين طيب. تردون على بعضكم يعني طيب. بس ابغاها بلحن ابغاها بدلع ابغاها نقراها يعني برديه. اي اقروها برديه. تقطيع البصل والثوم. ربع البصل والثوم. حمس البصل والثوم. يلا اقرا انت. اسمع اصبر اصبر وقفوا وقفوا برا يا شباب هنا. ما عليه برد. لا لا ترى نواف شو اسمه يجيب هراب. يلا ابغى جو. ترى الطبخة سهلة ما راح تاخذ منكم وقت. يلا اثنين اثنين جنب بعض هنا. يلا يلا خلوا لا 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 تقطيع شوي اسبوع. تعالوا نيه تعالوا نيه. يلا اثنين اثنين. يلا خذوا ورقاتكم ردوا. نبي ردية نبي شيء حلو نبي حماس اليوم. تقطيع البصل والثوم مقطعات صغيرة. حمس البصل والثوم مع الزيت مع الزيت حتى يغير لونه. تقطيع حبتين طماطم تقطيع صغير بإضافة تحريك على نار هادية. كويس يلا كملوا كملوا. إضافة اللحم المفروم مع إضافة ماء بمقدار كاسة شاي صغيرة حتى يستوي اللحم حتى يستوي اللحم حتى يستوي اللحم. تعال شباب لا حد يوقف. يلا شدوا. ما تجي لا تجي دبر روحك. تجي إضافة أربع ملاعق أيوة كبيرة معيش معيش الاسباجيتي إي إي وملعقة مع معجون الطماطم أيوة إضافة كريمة وطبخ من دا كاسة ويش هاش عندك خير. لا نفسه أيوة. لا نفسه بس أنت توك صاحي نوم. اقر الله يوفقك. صح 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 اسمع قولوا لا إله إلا الله. واحد يقرأ واحد واثنين أنتم. طيب أنا أقرأها على طول بدون راب يا أبو. لا حلوة مو راب هذا اسمه الله يجزاك خير. دح هذه راح تدح وراب. جزاك خير. يلا شباب تفعلوا بسرعة. يلا يلا ابدا. ايش بلاكم جاكم النوم؟ اخر محاولة بمقدار كاسة شاهي مرتين لو ترك الطبخة تستوي على نار هادية
طبخ مكرونه سباجيتي قدر اخذ بوضع المويه بقدر اخر بوضع ماء وزيت وملح بقدر وضع السباجيتي بنفس حجمها دون تكسير وتركها على نار هاديه لمده 10 دقائق الى 15 دقيقه يلا الوقت 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 الله يسامحكم الله يسامحكم يلا ابغى واحد بس يقراها بصوت عالي اللي هو طبعا الطريقه الاولى تقطيع البصل والثوم مربعات صغيره وحمس البصل والثوم مع الزيت حتى يتغير لونه الطريقة الثانية تقطيع حبتين طماطم تقطيع صغير وإضافتها مع البصل وتحريكها على نار هادية ثلاثة إضافة اللحم المفروم مع إضافة ماء بمقدار كاسة شاهي صغيرة حتى يستوي اللحم ويتغير لونه أربعة عند تغير لون اللحم المفروم إضافة البهارات ملح ماجي بهارات لحم كمون فلفل أسود نعم ركز يا ضيف الله ركز خمسة إضافة أربع ملاعق كبيرة من صلصة السباجيتي وملعقة من معجون الطماطم تمام. ستة إضافة كريمة طبخ بمقدار كاسة شاي مرتين وترك الطبخة تستوي على نار هادية سبعة نواف عقاب طبخ مكرونة سباجيتي بمقدار آخر بوضع ماء وزيت ملح وزيت وملح بالقدر 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 الله يجزاك خير بالقدر ووضع السباجيتي بنفس حجمها دون تكسير وتركها على نار هادية لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى تستوي ثمانية عند التقديم وضع السباجيتي بصحن التقديم وضعه فوق ملعقتين من طبخ اللحم المبروم ومن ثم تقديم الصحن اللي ساير حتى يتلذذ باكلتها بس بيض الله وجهك افسخ النظاره وركز بطبختك يلا شكرا لك يا المبدع المتالق عندكم البهارات شباب وضحت الصوره للمشاهدين وصوره طريقه الطبخه اتمنى انكم يا شباب تبدعون ها يعطيك الف عافيه بس الله يوفقك قول للمشاهد العزيز كم الوقت اللي معانا في الطبخه 40 دقيقه عندهم الحين 40 دقيقه لا تظهر على الشاشه ونقول بسم الله توكلنا 3 2 1 انطلقوا شباب وابدوا وانتبهوا على نفسكم وعلى اياديكم هلا هلا لا احسن تخلط طيب النظافه البطاطس ما له دخل ها ها البطاطس ما له دخل عشان ما تقطعونه بعد زياده طيب نشيله عنهم اي هاتوا هنا سلام خاف يقطعونه